أخبار الليلة مع فضيلة السويسي. إذن حوار الليلة من سكاي نيوز عربية ونتابع فيه. ليبيا تختار رئيسا جديدا للحكومة وسط أزمات أمنية وسياسية تعصف بالبلاد. في ليبيا يؤدي رئيس جديد الوزراء اليمين أمام البرلمان بعد أسابيع قليلة على استقالة رئيس حكومة سابق وإقالة سلفه بتهم الفساد والعجز أمام الفوضى الأمنية والسياسية، وهي ثوابت باتت جزءاً أساسياً في الوصفة الليبية التي يغلب عليها الاضطراب منذ 3 سنوات. لكن طريق رئيس الحكومة الجديد أحمد المعيتيق القصير نسبياً لا تبدو مفروشة بالورود، وسيجد الرجل نفسه في مواجهة السلسلة الطويلة السابقة من المشاكل التي عصفت بأسلافه. نتابع أيضاً في الجزء الثاني من حوار الليلة. تركيا وإسرائيل ملامح اتفاق على لملمة جراح أسطول الحرية. تركيا وإسرائيل تحاولان هذه الأيام تجاوز خلافاتهما المستعصية بشأن جراح أسطول الحرية، حيث يسود الاعتقاد بأن الطرفين قريبان من الاتفاق على إنهاء هذه القضية ودياً عبر اعتذار إسرائيلي وتفهم تركي وتعويضات لذوي الضحايا، أملاً في أن تعيد هذه الصفقة المياه إلى مجاريها بين بلدين شكلا في السابق محوراً مهماً في الشرق الأوسط وعصفت بهما السياسة، ويحاولان اليوم باستماتة إعادة الود بينهما إلى سابق عهده. قبل أن نبدأ النقاش، موجز من الأنباء. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا دانيال روبنشتاين أن الولايات المتحدة قررت رفع مستوى تمثيل الائتلاف السوري في الولايات المتحدة إلى مستوى بعثة دبلوماسية. وقال روبنشتاين إن واشنطن بصدد اتخاذ تدابير إضافية لدعم المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري ماديا وسياسيا، وإن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس لتخصيص 27 مليون دولار إضافية كمساعدات غير فتاكة تقدم للجيش السوري الحر. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ بسبب غياب الحوار في سوريا، وأشار بان في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إلى وجود صعوبات في التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. نحن قلقون للغاية لأن الحوار غائب بين الأطراف، وأنا أعمل بجهد مع المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي وشركاء أساسيين مثل الولايات المتحدة وروسيا من أجل عقد مؤتمر جنيف 3. أكثر من نصف الشعب السوري اليوم متأثر بهذه الأزمة، وتفوق أعداد اللاجئين 1,700,000 لاجئ في الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر. نحن نبذل قصارى جهدنا، وهناك أيضا مسألة الأسلحة الكيماوية التي تواجه بعض الصعوبات، ولكنني متفائل لأن مسألة الإتلاف تسير على ما يرام، وإن استمر الوضع على حاله قد نتمكن من تحقيق هدف جمعها وإتلافها بحلول 30 من شهر يونيو المقبل. أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن رئيس المؤتمر العام الوطني الليبي صادق على اختيار أحمد المعيتيق رئيسا للحكومة بعد حصوله على أغلبية أصوات النواب المشاركين في الجلسة. وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي عز الدين العوامي قد شكك في شرعية عملية انتخاب أحمد المعيتيق رئيسا للوزراء بعد أن صاحبت جلسة التصويت في المؤتمر العام حالة من الفوضى بسبب انسحاب بعض النواب. وقد حاز المعيتيق على ثقة المؤتمر بعد تعثر عملية التصويت مرتين إثر عدم توفر النصاب القانوني وهجوم مسلحين على مقر المؤتمر. سنتابع قضية التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الليبي الجديد بمزيد من التفاصيل بعد قليل في الجزء الأول من حوار الليلة مع ضيفينا من طرابلس عضو المؤتمر الوطني شعبان أبو ستة، ومن لندن الناشط السياسي الليبي حسن الأمين. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة في أول لقاء بينهما منذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وبحث عباس مع مشعل ملفات عدة أبرزها تشكيل الحكومة والتجهيز للانتخابات. كان عباس قد بدأ جولة تقوده إلى دول عربية عدة لبحث الدعم المالي والسياسي للحكومة التوافقية التي ينوي تشكيلها خلال الأيام المقبلة.
قتل 4 من عناصر قوات الأمن الأوكرانية وجرح نحو 30 آخرين في معارك مع انفصاليين موالين لروسيا في مدينة سلافيانسك شرقي البلاد. وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن المعارك مستمرة على مشارف المدينة، مشيرة إلى أن الانفصاليين يستخدمون السكان كدروع بشرية. وأعلنت وزارة الدفاع أن الانفصاليين الذين يسيطرون على مدينة سلافيانسك تمكنوا من إسقاط مروحية. كانت هذه أبرز الأخبار، وتابع الآن حوار الليلة. ليبيا إذن تختار رئيسا جديدا للحكومة وسط أزمات أمنية وسياسية تعصف بالبلاد، موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة. نرحب من جديد بضيفينا من طرابلس، عضو المؤتمر الوطني الليبي شعبان أبو ستة، ومن لندن الناشط السياسي الليبي حسن الأمين. نذكر أيضا أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. أبدأ معكما النقاش سيد الأمين وأبو ستة. أبدأ معك أولا سيد الأمين، ماذا أنتم فاعلون يعني لحالة الرفض من فوز المعتيق بمنصب رئاسة الوزراء؟ ما هي خطوتكم المقبلة؟ أنا لا أدري لماذا وجه هذا السؤال لي. عفوا لو سمحت لي، فقط أنا التبس علي الاسم، هذا السؤال موجه إلى السيد أبو ستة، اسمح لي سأعود إليك. في البداية طبعا شكرا لقناة سكاي نيوز على هذه الاستضافة. يا أهلا بك. أيضا من خلالكم أوجه تحية إلى زميلي حسن الأمين الذي كان بجواري في المؤتمر الوطني العام. أنا أتمنى له التوفيق في عمله وفي دفاعه على حقوق الإنسان من لندن. طبعا في البداية طبعا نحن يعني أعطينا الثقة لرئيس الوزراء أحمد عمر معتيق، يعني الثقة أعطيت بنسبة كبيرة جدا، وأقول يعني لأول مرة حقيقة في تاريخ يعني المؤتمر الوطني يعني يتم من غريمين في المؤتمر وهو حزب التحالف وحزب العدالة والبناء يقومون بتأييد رئيس الوزراء من البداية. طبعا كانت كتلة الوفاة للشهداء هي من كانت تؤيد عمر الحاسي، وفي الأخير يعني انضمت كل الكتل حقيقة وأيدت هذا الشاب من خلال يعني ما قدمه من استعراض لرؤيته للحكومة وما يعني وجهة نظره في حل الإشكاليات التي تواجه ليبيا. يعني وكثير يعني من المشاكل سوف تواجه يعني حقيقة رئيس الوزراء وهو على علم بهذه المشاكل، وهي مشاكل كبيرة وهموم كبيرة يعني تشغل المواطن الليبي، سواء كان على مستوى الأمن أو سواء كان مستوى غلق الحقول النفطية وكثير من الإشكاليات التي تواجه يعني الجانب الاجتماعي وخلافات هنا وهناك. لكن حقيقة يعني الجميل جدا في هذا الترشيح وهذا الانتخاب يعني أن هي يعني أبدت اللحمة الوطنية، لولا بعض الحقيقة للأسف نقول بعض المشاغبين في المؤتمر الذين يعني أفسدوا هذه الفرحة، نقول يعني لأن جميع الكتل لأول مرة تجتمع على شخص في المؤتمر الوطني. ولكن لو سمحت لي، لو سمحت سيد شعبان أبو ستة، تتحدث عن لحمة وطنية وتوافق، يعني عكس الأصوات التي تتحدث طبعا عن أن المعتيق لم يحصل على الأصوات الكافية والتي يفترض أن تكون 120 كالنائب الأول مثلا عز الدين العوامي. لا لا، هو الأصوات كانت 121 التي صوتت حقيقة للسيد أحمد معتيق. المجموعة التي يعني اعترضت ومن ضمنهم من النائب الأول حقيقة للأسف هم مجموعة تنتمي إلى كتلة صغيرة جدا في المؤتمر التي تسمى الرأي المستقل، وهذه المجموعة حقيقة يعني نقول بكل أسف أن هي يعني لم تضع الوطن أمامها، وكانت يعني لديها للأسف حقيقة يعني مساومات غير منطقية لرئيس الوزراء يعني المرشح. يعني وجميع حقيقة أعضاء المؤتمر يعني تكاتفوا ووقفوا في جانب هذا الشاب عمر أحمد عمر معتيق. الجميل في الأمر أقول أن المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية كلها تكاتفت مع هذا الشاب. أيضا وحقيقة وأقولها بكل صراحة يعني هي مثلت التلاحم الوطني، أن يعني الشاب يعني ينتمي في النهاية إلى مدينة مصراتة ووصوله من مصراتة رغم أنه من مدينة طرابلس ويقيم في مدينة طرابلس ومولود فيها، ولكن الجميل في هذا أن مجموعة يعني مجموعة ورفلة أو مجموعة بنوليد صوتت
لهذا الشاب، وهو ما أعطر لنا تفاؤل حقيقي كبير جدا، وما دفعنا ربما لطرح مبادرة. سيد أبو ستة، سنأتي لأسباب اختيار معي تشيغ بنفسه بعد قليل، لكن دعني فقط أعود مرة أخرى إلى سيد حسن الأمين. سيد حسن، إذن الخلاف هنا حول تعيين لمعي تشيغ، هل يمكن القول بأنه سياسي بامتياز أكثر مما هو قانوني؟ أولا أحيي الأخ شعبان، أهلا بك سيد شعبان. والحقيقة اللي أود أن أبدأ به هو أن بات من الواضح بأن هذا المؤتمر به تجاذبات كثيرة وبه انقسامات كثيرة. الأقصى من ذلك هو إشكالية المؤتمر في التعامل مع القضايا والملفات، بمعنى أداء هذا المؤتمر. ما شاهدناه بالأمس وما شاهدناه عند التصويت على إقالة السيد زيدان وعند التصويت على قرارات أخرى سابقة، دائما يحدث هذا الهرج. أعذرني مرة أخرى، أستسمحك أنت وأيضا ضيفنا سيد أبو ستة، نذهب إلى هذه المقتطفات من كلمة لرئيس الوزراء المكلف لمعي تشيغ ثم نعود إلى الحوار. المعلومات الأمنية الصحيحة التي من خلالها يتم اتخاذ القرارات الحاسمة لبسط الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار. إن أمن الوطن أساسه جيش وعماده الشرطة ولبنته شبابنا الثوار. الآن وليس غدا يجب أن نتخذ إجراءات استثنائية وعاجلة لبسط السيطرة الأمنية في ربوع الوطن الحبيب. ويجب أن نركز على إيجاد حلول غير نمطية لتأمين منشآتنا الحيوية ومنافذنا البرية والجوية والبحرية. يجب أن نعمل على تنفيذ برنامج إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وفق معايير متطورة مبنية على تقنية المعلومات وسرعة التحرك. أما الأولوية الثانية فتتركز على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية. نحن اليوم أمام ظروف استثنائية يواجهها القضاء الليبي. إذن أولويتان على الأقل استمعنا لهما من قبل رئيس الوزراء المكلف لمعي تشيغ سيد حسن الأمين. الأولى خاصة باتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة، وأيضا برنامج طموح كتفعيل القضاء والمصالحة الوطنية. هل ترى بأن أولويات كهذه يمكن أن تتحقق برئاسة لمعي تشيغ؟ هذه بالتأكيد هي أولويات المرحلة. الملف الأمني وتفعيل القضاء والمصالحة الوطنية من الملفات الملحة التي تحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة. كون السيد رئيس الوزراء يستطيع القيام بذلك، هذا أمر ستكشفه الأيام القادمة. إذا استمرت العلاقة بين الحكومة والمؤتمر بالشكل التي كانت عليه وقت حكومة زيدان وما قبلها، فأشك في أن هذا سيحدث. إذا حاول المؤتمر كالعادة التدخل في الحكومة وفي عملها ونسى أنه دوره دور تشريعي بالدرجة الأولى، فستكون هناك مشكلة. القضية الأساسية في رأيي هنا ليست مسألة هذه الحكومة وهذا السيد رئيس الوزراء. القضية أن نحن مقبلون على انتخابات قريبة جدا، ربما خلال شهر نهاية جون القادم أو جولاي. وبالتالي أنا أشك في أن حكومة جديدة أولا ستأخذ وقت كثير لكي تتلمس طريقها وتحدد أولوياتها ومنهج وألية عملها. وبالتالي لا أعتقد بأن القرار أصلا بأن تكون هناك حكومة جديدة ورئيس حكومة جديدة هو قرار صائب. كان بالأجدر من بالمؤتمر الوطني أن يستمر بحكومة تسيير الأعمال، وفي الوقت نفسه يعمل جاهدا على الإسراع في مسألة ترتيب وتنظيم الانتخابات القادمة، وبالتالي يكون هناك برلمان جديد وحكومة جديدة ونبدأ في مرحلة جديدة في ليبيا. ولكن مع كل هذا أنا أتمنى للسيد رئيس الوزراء كل التوفيق، أتمنى أن يتمكن فعلا ولو أن الفترة قصيرة في أن يحقق ما تكلم عنه. وهذه الأولويات كما قلت
الحرب هي فعلا أولويات المرحلة. بس لو سمحتي أعود إلى قضية ما حصل في المؤتمر بيوم الأمس. قضية المؤتمر الوطني وقضية الإشكاليات التي تخرج علينا عقب كل تصويت دليل واضح على تعثر هذا المؤتمر، دليل واضح على أدائه السيء، وأيضا عدم التزامه بأي لوائح أو نظم. وهذا ما قلناه سابقا بأن هذا المؤتمر يفتقر إلى الالتزام باللوائح والنظم، وبالتالي نرى هذا الهرج، نرى هذا المرج، نرى هذه الفوضى. القضية معروفة، في أي تصويت هناك عدد متفق عليه، وإذا طرح التصويت بالشكل الصحيح وأعطي الوقت الكافي فسوف لن تكون هناك خلاف. ولكن هذا الارتجال الذي يحصل في المؤتمر وهذه العدم المهنية في الأداء هي التي تسبب في كل هذه الإشكاليات. بالإضافة إلى أن فعلا أنا أختلف مع السيد شعبان، يعني جيد جدا أن نسمع بالوئام وباللحمة الوطنية، ولكن المؤتمر الحقيقة من خلال تعاملنا معه خلال الفترة السابقة لم يؤكد هذا على الإطلاق. ما حصل في إقالة زيدان لم يؤكد هذا، وما حصل باليوم الأمس لم يؤكد هذا. المؤتمر ننطلق من هذه النقاط. بالإضافة إلى الأحزاب السياسية سيد هناك أمين. أيضا تكتلات سياسية هشة موجودة. ذكرت مجموعة من النقاط سيد أمين، ذكرت مجموعة من النقاط سأحيلها إلى السيد شعبان أبو ستة. يعني حين تجري انتخابات أو إجراءات لانتخاب رئيس الوزراء بهذه الطريقة التي بدأت غير توافقية، أقل ما يقال عنها قال لك سيد حسن الأمين يعني عدم مهنية، ارتجال، فوضى، ألن يشكل ذلك عائقا أمام رئيس الوزراء القادم الذي وضع يعني أولويات طموحة كما سماها تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية وحلول غير نمطية كما قال، وإجراء يعني إجراءات استثنائية للمرحلة المقبلة؟ لا لا لا، لا الحقيقة يعني إن أنا أخالف الأستاذ حسن، يعني الوئام موجود، التوافق كان موجود، يعني من الكتل الكبيرة في المؤتمر حقيقة، يعني اللي هي التحالف وحزب العدالة والبناء وكتلة الوفاة للشهداء وكل الكتل، هي كتلة وحيدة حقيقة أعضاها لا يتجاوزوا العشرة، يعني هي تسمى كتلة الرأي المستقل، وهذه الكتلة هي كانت يعني مع السيد محمد بوكر، والسيد محمد بوكر خسر طبعا من الجولة الأولى خسر الترشح، وبالتالي هي يعني بقت يعني تحاول أن تقوم بعرقلة يعني استكمال الترشيح واستكمال انتخاب رئيس الوزراء. ولكن بهذه الطريقة بكل الوسائل الحقيقة لو سمحت سيد أبو ستة، ألا يبدو الأمر وكأن لمعيتيغ فرض تعيينه بالقوة في هذه يعني الإجراءات؟ يعني هنا التساؤل، لماذا لمعيتيغ بحد ذاته؟ هل لأنه كما يقال قريب من الإخوان المسلمين؟ لا لا لا، ليس هذا الكلام غير صحيح، لأن حزب التحالف هو ما أول من أيد أحمد عمر معيتيغ، يعني وبعد ذلك انضم إليه حزب العدالة والبناء اللي هو حزب الإخوان. يعني ليس من البداية يعني الشخصية معروضة من الإخوان، الشخصية من البداية هي معروضة من حزب التحالف، يعني وكان مؤيد حقيقة، هو شخصية مستقلة لكن مؤيد من البداية من حزب التحالف، يعني وثم حزب العدالة والبناء، وانضم يعني جل المستقلين في المؤتمر انضموا إلى هذه الشخصية عن قناعة. يعني حقيقة الرجل عندما قدم عرضه وهو شاب يعني الكل استحسن هذا العرض وراء وتوسم فيه خير وراء أن ممكن هذه الشخصية أن تفعل شيء لليبيا، وبالتالي تكاتف الجميع حوله. يعني هي المجموعة التي اعترضت وقامت هذه الضجة ولم تقعدها هي مجموعة بسيطة جدا تسمى الرأي المستقل، لا يتجاوز عدد أعضائها 10 أعضاء، وهم من حاولوا يعني ومن ضمنهم حقيقة نقولها بكل صراحة النائب الأول، يعني هو من ضمن هذه المجموعة، يعني وحقيقة أخطأ النائب الأول عندما قام بمحاولة رفع الجلسة استجابة لتكتله، وحاول حقيقة يعني أن يفشل الجلسة. يعني هم حاولوا بكل الوسائل إفشال الانتخاب من البداية، يعني من البداية عندما يعني خرج السيد محمد بوكر من المنافسة حاولوا إفساد الجولة ما بين عمر الحاسي والسيد أحمد عمر معيتيغ، وعندما يعني تحصل السيد أحمد عمر معيتيغ على النسبة الأكبر
يعني حاولوا إفشال جولة إعطاء الثقة. وبعد ذلك يعني عندما رأى يعني حقيقة كل الليبيين يعني كل الأعضاء الذين كانوا مع عمر الحاسي رأوا هذا الجو، قالوا بكل صراحة وأعلنوا أنهم من أجل مصلحة الولد سينضمون إلى أحمد عمر معتيق. وحقيقة انضم تكتل وفاة الشهداء إلى أحمد عمر معتيق، ولكن هذه المجموعة بقت تحاول إفشال هذا الوئام الذي صار في المؤتمر. سيد حسن، من يؤيدون دعوة البطلان لتعيين المعيتيق، هل هم كثر للدرجة برأيك التي يمكن أن تحدث مفاجأة في الأيام المقبلة؟ القضية ليست قضية البطلان من عدمها. أنا اللي أريد أن أقوله، لطالما في كل مرة تتم فيها عملية تصويت في المؤتمر الوطني يخرج علينا هذا الجدل القانوني في كل مرة، هذا بيعكس خلل في عمل المؤتمر، خلل في أدائه، خلل في طريقة عرض المواضيع للنقاش. هذه القضية اللي بالنسبة لي مهمة. أما أن يخرج السيد معتيق أو غيره فهذه قضية كما قلنا، إذا إحنا نتكلم على نظام ديمقراطي فليحسمها النظام الديمقراطي. لكن هذه الإشكالية موجودة. الشيء الآخر، الشيخ شعبان تكلم عن حزب التحالف. أنا على حد علمي حزب التحالف قد جمد عمله الحزبي منذ فترة ببيان رسمي، وهذا الحزب الآن أصبح الحقيقة متشتت. أيضا هناك كتل أخرى كثيرة داخل المؤتمر صغيرة تكونت بدون أي إطار فكري أو توافق أيديولوجي، فقط فرضتها اللحظة. ولطالما المؤتمر يشتغل بهذه الطريقة وبهذه التكتلات المصلحية الوقتية، فبالتالي لن نتوقع منه أنه سيصل بنا إلى قرارات حكيمة وسديدة، وأن مثل ما حصل أمس من هرج ومرج بالتأكيد سيتكرر. يعني اللي حصل أمس كون النائب الأول لرئيس المؤتمر يعارض نائبه الثاني ويقوم بمراسلة إلى الحكومة يقول لها استمري في عملك، ماذا يعكس هذا؟ يعكس مسألة مهمة وخطيرة، وهو أن هذا المؤتمر عاجز، وأن هذا المؤتمر سيء الأداء، وأن هذا المؤتمر فقد صلاحيته الحقيقة ويجب أن ينتهي ويترجل، لأنه أصبح الحقيقة لا يشرف الليبيين أن ننظر عبر التلفاز على هذه المسرحيات. هذه أصبحت مثل وكالة البلح. كيف ترد على هذه الاتهامات سيد أبو ستة؟ لا طبعا، انا طبعا اختلف مع الاستاذ حسن فيما قاله بانه يعني يجب ان ينتهي المؤتمر في الحال وغير ذلك. انا اتفق معه ان هناك فعلا اداء يعني حقيقه غير جيد في المؤتمر، هذا طبعا نتيجه ان التجربه جديده وان يعني حقيقه لم يتعود الليبيين على التجربه الديمقراطيه. ولكن اسمح لي سيد ابو سته، الامر تكرر يعني نعم يحين الاوان يتعلم النواب الذين اختارهم الشعب بممارسه اللعبه الديمقراطيه؟ نعم، للأسف هناك إشكالية. هذا ما حدث يعني أمس، أن المجموعة يعني لا تريد أن تخضع لرأي الأغلبية وتحاول أن تفشل هذا، ولم ترضى باللعبة الديمقراطية، وهي أن الأغلبية عندما قررت وانتخبت أحمد معتيق لا تريد أن تستسلم لهذا وأن تقبل بهذا، وهذه إشكالية موجودة. لكن أنا أختلف مع الأستاذ حسن مثل المؤتمر أنه يجب أن ينتهي في الحال. نحن يعني لازلنا يعني موجودين في المؤتمر في، ونعتبر ذلك جهاد ليس من أجل المنصب وغير ذلك، ولكن نحن نصر على أن نسلم هذا الجسم إلى جسم منتخب، وأن نعود الليبيين على أن الجسم المنتخب لا ينتهي إلا بالتسليم لجسم منتخب آخر. وأما البقاء في المؤتمر كلنا يعني نرغب في اليوم قبل غدا أن ننتهي ونسلم مهامنا، لأننا يعني حقيقة إشكاليات كبيرة. سيد أبو ستة، أنت تعرف مدى ترابط الملفين السياسي والأمني في ليبيا، هذا العامل ألا يملي عليكم في المؤتمر الوطني الليبي أن يتم توافق يعني على الأقل بشكل مطلق على اسم رئيس الوزراء الذي سيقود هذه المرحلة الحساسة والتي ستجري فيها انتخابات ستحدد المرحلة المقبلة في حياة ليبيا السياسية؟ نحن نعتبر ما حدث أمس توافق، يعني حقيقة الكتلة الكبيرة في المؤتمر توافقت ولأول مرة تلتقي على شخصية معينة. كيف يعني تفسر سيد أبو ستة يعني النائب الأول والنائب الثاني؟ هذه مجموعة للأسف غير متفقين. للأسف النائب الأول للأسف هذه كما قلت لك يا
للأسف النائب الأول يتبع كتلة تسمى كتلة الرأي المستقل، وهذه الكتلة تتجاوز 10 أشخاص، وهم حاولوا إفشال عندما يعني خسر السيد محمد بوكر، حاولوا إفشال الانتخابات بالقوة. وهذه المجموعة حقيقة لدينا معلومات أكيدة أن هي ساومت أحمد ميتيق حقيقة بمطالب غير يعني منطقية، يعني وكل هذا، وحتى وقوف أعضاء المؤتمر بالكامل ضد هذه الكتلة لأنهم لديهم معلومات مؤكدة لمساومة السيد أحمد ميتيق بمساومات غير منطقية، وبالتالي تكاتف المؤتمر والتف كل يعني الأطياف في المؤتمر وكل الكتل الكبيرة حول هذه الشخصية. نعم سيد حسن، هنا السؤال، لماذا حالة الرفض التي تصل إلى حالة الهلع لرفض لمعيتيق رئيسا للوزراء؟ هل يمكن أن تفسر لنا أسباب ودوافع هذا الرفض حقيقة؟ وسألتك في بداية هذا الحوار إن كانت سياسية أم لها علاقة بربما النصاب القانوني، لم تجبني على هذا السؤال سيد حسن. لا، هو أولا بس تصحيح بسيط، أنا عندما قلت على هذا المؤتمر أنه هو لابد أن ينتهي، أنا لا أقصد بأن ينتهي هكذا، لابد من أن ينتهي بطريقة ديمقراطية ويسلم إلى جسم شرعي منتخب آخر، وبالتالي على المؤتمر أن يعجل في هذا الأمر لأنه فقد مصداقيته في الشارع وأداءه لا يبشر بالخير. شوفي، بالنسبة للتطاحنات والانقسامات داخل المؤتمر الوطني ليست جديدة، وهي تطاحنات وتجاذبات ليست فقط سياسية، هي أيضا تجاذبات جهوية للأسف، نقولها بكل صراحة، هناك تجاذبات جهوية، هناك تجاذبات سياسية أيضا. هذا المؤتمر تركيبته الآن أصبحت تعكس كل تناقضات الخارج، بمعنى هناك فيها من لهم علاقة بهذه الميليشيات المسلحة، هناك من لهم علاقة ببعض المتطرفين أو أجنحة متطرفة إسلامية، هناك من يأخذ في تعليماته من جهات أخرى خارج المؤتمر. يعني هذا المؤتمر أصبح ديفراجمنتد بالكامل، مجزأ بالكامل، وبالتالي القضية ليست في شخص السيد معتيق، الخلاف حصل في السابق على قضايا أخرى أيضا، ووصل الخلاف لحد حتى استعمال العنف. طيب، نحن نعرف مثلا قانون العزل السياسي وكيف تم فرضه بالقوة، نحن نعرف أيضا تصويتات أخرى جرت فيها نفس الإشكالية. طيب، القضية هي أن هذه المنظومة الحقيقة لا تشتغل بشكل صحيح، أداءها سيء، ولا تلتزم بالأعراف والتقاليد. حتى لنعيد تكرار نفس الكلام سيد أبو ستة، لو سمحت، أنك كررت نفس الكلام تقريبا في قبل قليل، دعني أنهي فقط في هذا الجزء مع السيد أبو ستة. يعني هل هناك أطراف مؤهلة لتسوية هذا الخلاف برأيك؟ هل يعني هذه الأطراف موجودة حاليا، أم أن اختيار المعيتيق ماضي واختيار حكومته ماضي بدون البحث عن سلسلة توافقية مع الأطراف الأخرى؟ باختصار لو سمحت. لا اعتقد ان انتخاب السيد احمد عتيقة انتهى، يعني وصدر قرار اليوم من رئاسة المؤتمر باعتباره هو يعني تم تعيينه كرئيس الوزراء وطلب منها تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين، وبالتالي هذا الموضوع يعني منتهي، وطبعا كل اعضاء المؤتمر مصرين على هذا الانتخاب وهو صحيح وغيره. ولكن أريد أن أعرج على مسألة الجهوية التي ذكرها الأستاذ حسن. حقيقة هذا الكلام طبعا غير صحيح، في هذا انتخاب أحمد عمر عتيقة حقيقة التقت مجموعة التقت يعني إخواننا في رغم أن يعني السيد شريف يعني للأسف يعني اسمح لي سيد أبو ستة، يعني أعطيتك ولو يعني ثواني قليلة ولكن أدركنا الوقت. شكرا عموما جزيلا لك عضو المؤتمر الوطني الليبي شعبان أبو ستة، وأيضا الشكر الجزيل لحسن الأمين الناشط السياسي من لندن. شكرا. نتابع في الجزء الثاني من حوار الليلة، تركيا وإسرائيل، محاولات لتسوية أزمة مرمرة. أكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية أن رفعت تمثيل الائتلاف السوري تتويجا لمسار طويل اتخذته واشنطن في علاقتها مع المعارضة السورية التي وصفتها بالمعتدلة.
الولايات المتحدة اعترفت بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري منذ العام 2012، والائتلاف قام ببناء مؤسسة شاملة وحديثة، وعبر عن التزامه بخدمة مصلحة واحتياجات الشعب السوري، وتعهد بنبذ التطرف وعمل على الدفع قدماً بعملية انتقالية سياسية مبنية على أساس التفاوض. وقد شكل صوتاً للسوريين الذين قمع النظام صوتهم لعقود طويلة، وشكل حكومة انتقالية تركز على تعزيز قدرات الحكومات المحلية والهيكليات الداخلية وزيادة المساعدة الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية. قتل فرنسي وأصيب آخر في هجوم مسلح في العاصمة اليمنية صنعاء، وقد أطلق مسلحون النار على سيارة تحمل لوحة معدنية تابعة لهيئة سياسية. وأفاد مراسلنا بأن القتيل وأحد المصابين يحملان الجنسية الفرنسية، فيما يحمل المصاب الثاني الجنسية اليمنية. أكدت مصادر تركية لسكاي نيوز عربية أن هناك ملامح اتفاق بين تركيا وإسرائيل بشأن قضية أسطول الحرية، حيث وافقت إسرائيل على تقديم اعتذار رسمي عن حادثة الهجوم على السفينة التركية ما في مرمرة، وكذلك ستدفع تعويضات لأهالي القتلى. أما تركيا فستتخلى عن شرط رفع الحصار عن غزة وتحوله إلى المطالبة عبر المؤسسات الدولية برفع الحصار، وستسقط كل الدعاوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحاكم التركية. سنتناول بوادر الصلح بين إسرائيل وتركيا بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة مع ضيفينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جول، ومن القدس الصحفي والدبلوماسي السابق معير كوهين. التقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة في أول لقاء بينهما منذ التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية، وبحث عباس مع مشعل ملفات عدة أبرزها تشكيل الحكومة والتجهيز للانتخابات. وكان عباس قد بدأ جولة تقوده إلى دول عربية عدة لبحث الدعم المالي والسياسي للحكومة التوافقية التي ينوي تشكيلها خلال الأيام المقبلة. أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة مواطن بعد إصابته بفيروس كورونا في الرياض، فيما تم الكشف عن 14 حالة جديدة مصابة بالفيروس في المملكة، وبذلك يرتفع عددها الوفيات جراء فيروس كورونا في السعودية إلى 112 شخصا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 411 منذ سبتمبر الماضي حسب وزارة الصحة. في أديس أبابا وقعت حكومة جنوب السودان وفد المعارضة الموالي لنائب الرئيس السابق رياك ماشار اتفاقا لوقف أعمال العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تشهد اشتباكات. وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور جوبا يوم غد الثلاثاء، وأنه سيجري مباحثات مع الرئيس سالفا كير مياردت بشأن عملية السلام مع تجدد القتال بين الحكومة والمتمردين في مناطق عدة أبرزها بلدة بانتيو النفطية. إذن بوادر الاتفاق بين تركيا وإسرائيل على تسوية ملف أسطول الحرية موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة. نرحب من جديد بضيفينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جول، وأيضا من القدس الصحفي والدبلوماسي السابق معير كوهين. نذكركم أيضا بأنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. أبدأ معك الحوار سيد زاهد جول. الكثيرون يتساءلون عن الأسباب الحقيقية خلف هذا التقارب المرتقب. الأسباب الحقيقية بطبيعة الحال هو تغير الموقف الإسرائيلي بشكل واضح بسبب الضغوط الأمريكية. لا شك أن الرئيس باراك أوباما بذل جهودا حثيثة في هذه المصالحة بشكل شخصي، ولو لم يكن هو ربما لم يعتذر إسرائيل بشكل رسمي إلى تركيا. الاعتذار قد وقع، ونستطيع أن نقول أننا منذ وقت الاعتذار منذ زيارة باراك أوباما لمدينة القدس وحتى الآن تمر تركيا والخارجية التركية مع الخارجية الإسرائيلية بمسار مفاوضات عسيرة وليست وشاقة جدا، لم تكن الأمور سهلة للغاية على الإطلاق. يعني بوادر الحل أو بوادر الاتفاق
وضع لمساته الأخيرة ربما يمكن أن يقال. حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي أو لم يتم التصويت عليه في البرلمانات في الدولتين، ولكن يمكن القول أن إسرائيل قبلت أو تم الاتفاق على تعويض 21 مليون دولار من أجل أسر وضحايا سفينة مافي مرمرة. الشرط الثالث ليس كما جاء في التقرير، تركيا لم تتخلى عن الشرط الثالث وهو موضوع رفع الحصار عن غزة، ولكن تم التوافق على آليات مع دولة إسرائيل أنه يكون هناك ضمانات تركية وأن يكون هناك معبر للمؤسسات وللحكومة التركية أن تدخل ما تشاء إلى قطاع غزة من الأمور التي يحتاج إليها أهلنا في غزة بطبيعة الحال. نعم. سواء كان مواد بناء مثلا من المواد المحرمة إسرائيليا عمليا بطبيعة الحال دخولها إلى غزة، كمواد البناء وغيرها. طيب. ستستطيع تركيا والمؤسسات التركية والحكومة التركية إدخالها إلى غزة. سيد كوين، استمعت إلى الاعتبارات التركية في يعني لملمت جراح مرمرة إن يعني صحت العبارة، ما هي اعتبارات وأسباب إسرائيل؟ هل يمكن أن توضحها لنا في هذا التقارب المرتقب مع تركيا مرة أخرى؟ ما في شك أن الموضوع استئناف العلاقات بين إسرائيل وتركيا وعودة العلاقات إلى طبيعتها هو أمر يعني حيوي وهام بالنسبة للبلدين. والاعتقاد طبعا أن الحجة والذرائع التي قدمتها تركيا فيما يتعلق بالحصار حول قطاع غزة أصبحت هذه الحجة وهي بعد سقوط حركة الإخوان المسلمين في مصر واعتبار حماس بأنها حركة إرهابية من قبل مصر ولما تقوم به من نشاطات في سيناء وضد مصر في عمليات تحدث هناك، وبالتالي مصر اتخذت ضدها إجراءات مثل سد الأنفاق وكذلك الموضوع المعبر في رفح. بالنسبة لإسرائيل هي ليست ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنما سياسة حماس هي التي تسبب في هذا الحصار. ولكن لم تجبني على سؤالي، أعيد عليك طرح السؤال. نعم. مرة أخرى بطريقة أخرى سيد ماير كوهين، يعني ما مدى حاجة إسرائيل لتركيا لإعادة النظر مرة أخرى في علاقتها مع تركيا؟ أنا ذكرت أن إسرائيل بتعتبر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا هي علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية هامة، وتريد عودة العلاقات لمصلحة البلدين. يعني ممكن أن أذكر لك بأنه إلى حتى في غياب علاقات دبلوماسية هناك تعاون بين البلدين. أعطيك مثالا على ذلك، حركة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج توقفت تماما بسبب الحرب في سوريا. المنفذ الوحيد لهذه البضائع السفن التركية تأتي إلى ميناء حيفا وتشحن هذه المؤن والشحنات إلى الأردن ومن ثم إلى الخليج. وبالتالي هو المسألة منفعة ولكن المصالح وهي علاقات. طيب. استراتيجية. بما أنك تحدثت عن المصالح سيد ماهر كوهين، يعني هناك من يتحدث عن احتياج المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للتعاون مع المؤسسة الأمنية التركية في ملفات عدة كالملف السوري والملف الإيراني، أليس هذا عامل أساسي أم لا عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل مرمرة؟ ما في شك، يعني هو هذان الموضوعان سيكونان رئيسيان. أولا شكل سوريا في الأعوام القادمة، ما هو التصور بالنسبة لدور سوريا في المنطقة في الأعوام القادمة، ربما سيكون موضوع لتعاون مشترك بين إسرائيل وتركيا، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. موضوع آخر يعني موضوع اقتصادي بيتعلق بالغاز الطبيعي الذي يتم استخراجه في إسرائيل. وسوريا وتركيا لها دور أيضا في هذا الموضوع من ناحية اقتصادية. هذا طيب. الأمر طبعا إضافة إلى أن عودة العلاقات ستبعد أو ستخفف من عزلة إسرائيل دوليا. يعني هناك اعتراف بأن إسرائيل كانت يعني معزولة دوليا خلال هذه الفترة. عودة إليك سيد محمد زهد جول، هل يمكن أن يعود هذا التقارب المرتقب الذي ما زال كما تقول
يعني حبرا على ورق مبدئيا، هل يمكن أن يعود إلى درجة التحالف؟ قبل الإجابة على السؤال، على هذا السؤال، أود أن أتحدث فقط بتعليق بسيط. حركة المقاومة الإسلامية حماس هو فصيل فلسطيني منتخب من الشعب الفلسطيني، فلذلك تتعامل عمليا الحكومة التركية عندما تتعامل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس على أنها ممثل للشرعية الفلسطينية وممثل للشعب الفلسطيني وليس لشيء آخر. هذه النقطة التي كان ينبغي الإشارة إليها. بالنسبة لعودة العلاقات، بطبيعة الحال هذا الأمر، عودة العلاقات ستكون منوطة بالسلوكيات الإسرائيلية، بمعنى أننا إذا تحدثنا عن مصالحة وتم الإعلان عنها والتوافق عليها في البرلمانين التركي والإسرائيلي، وبعد ذلك مثلا قامت إسرائيل بالعدوان على غزة، لا شك أن العلاقة التركية الإسرائيلية ستتوتر بطبيعة الحال بشكل مباشر مرة أخرى. وكذلك إسرائيل في الوقت الراهن أحوج ما تكون عمليا لبيع الغاز الذي سيتم استخراجه من البحر المتوسط أو من المناطق الرومية في الجزيرة القبرصية. كل هذه الأمور هي بحاجة ماسة جدا إلى تركيا التي تبعد عن قبرص حوالي 60 كيلومتر، بينما تبعد اليونان حوالي 960 كيلومتر، بمعنى أنها لا تستطيع الوصول إلى أوروبا إلا عبر نفق طويل وإلا عبر أنابيب طويلة ستكلف المليارات. فلذلك إسرائيل أكثر ما تكون بحاجة إلى تركيا من حاجة تركيا إلى إسرائيل، فلذلك هي عمليا تضغط على حتى الروم القبرصية من أجل أن توقع السلام النهائي المنشود. والقضية القبرصية تعتبر من أهم المشكلات التركية الخارجية منذ أكثر من 40 عاما، فلذلك نحن نتحدث عن عمليا لغة مصالح تحتاج إليها إسرائيل أكثر بطبيعة الحال من احتياج تركيا لإسرائيل في الوقت الراهن على الأقل. طيب. فلذلك إسرائيل ستبذل جهدها من أجل عدم إغضاب تركيا وتهدئة الأمور. طيب سيد كوهين، يعني حين يقول لك سيد زاهد جول كل هذا الكلام وبأن التقارب التركي الإسرائيلي منوط بالسلوكيات الإسرائيلية، ألا يعني ذلك بأن إسرائيل تحت الاختبار على الأقل في هذا التوقيت؟ إسرائيل ليست تحت الاختبار من أي جهة كانت في العالم، طالما وأن الأمر يتعلق بأمنها وبأمن مواطنيها وبتوفير الحياة الحرة والكريمة للإسرائيليين، بمعنى الدفاع عنهم في حال قيام حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بدون أي سبب وبدون أي مبرر، هذا أمر يتنافى مع كل القواعد الدولية، خاصة وأن الأمر يتعلق بحدود عام 67. يعني ما تفعله إسرائيل قانوني مواطن مليون مواطن، أنا لم أقاطعك يا أستاذ، لحظة سيد جيل، مليون مواطن يعيشون في المناطق الجنوبية في إسرائيل المتخمة لقطاع غزة بيتعرضون لعمليات بإطلاق صواريخ وحياة غير متوفرة، ونحن أنا لم أقاطعك. لو سمحت لي سيد جول، إذا أردت أن تتحدث تفضل سيد كوهين، أن تسمح لي بالكلام. تفضل، سيعود سيد جول ليرد على هاتين النقطتين. نحن لسنا الاختبار لأي حد، الاختبار الوحيد أن حماس هي حركة إرهابية، وهي حركة أيضا معروفة عالميا بأنها حركة إرهابية، وخاصة أيضا بالنسبة لمصر وأيضا بالنسبة للسعودية. لو سمحت في هذه النقطة، يعني الآن بعد التقارب والمصالحة بين فتح وحماس، يعني كيف يمكن القول بأن حماس هي حركة إرهابية؟ هل في هذه الحالة حين تتعامل إسرائيل مع عباس هو أيضا إرهابي؟ أولا إسرائيل لم تصنف حماس بأنها حركة إرهابية، وإنما المجتمع الدولي ممثلا في الرباعية الدولية التي تشمل الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين واليابان والأمم المتحدة وكندا، فهي مصنفة بأنها حركة إرهابية. طيب. لأنها
لم تقبل بقرارات الشرعية الدولية ممثلة أولا في رفض الاعتراف بإسرائيل، رفض الاعتراف بالمواثيق. وهناك أيضا لو سمحت لي لا نريد أن ندخل في هذا الجدل ربما العقيم، هناك أيضا قرارات كثيرة سيد كوهن يعني لا يسعنا هنا أن نذكرها في هذا الحوار القصير، لم يعني تلتزم بها إسرائيل دوليا منذ أكثر من 40 عاما تقريبا. عودة إليك سيد زاهد جول، يعني خلينا يعني نركز أكثر على ما يمكن أن تستطيع تركيا فعله بشأن الحصار والسلام. هل قادرة تركيا على الضغط على إسرائيل من أجل ربما وقف الاستيطان وأيضا ربما الالتزام أكثر بالسلام؟ من المؤكد يعني قبل الإجابة على السؤال تعليق بسيط، ولكن لو حركة المقاومة الإسلامية هي حركة تحرر وطني، هي حركة تحرر وطني قبل كل شيء. سيد جول وضحنا هذه النقطة وهذا نعم. ليس موضوعنا اليوم نعم. أرجوك هذا ليس موضوعنا نعم. نتحدث عن التقارب المرتقب بين تركيا وإسرائيل، تفضل. من المؤكد أن العلاقة التركية الإسرائيلية تستطيع تركيا توظيفها من أجل صناعة السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا كانت لعبت دور الوسيط الناجح والتي وصلت إلى النهايات في موضوع الملف العلاقات السورية الإسرائيلية، وكاد عمليا توقيع السلام أن يكون بعد نجاح هذه الوساطة ووصولها إلى النهاية، إلا أن إسرائيل اختارت أن تغزو وتعلن الحرب على غزة، فلذلك توقفت مثل هذه العلاقة وتوقفت مثل هذه المفاوضات. ولكن لو لم تقم إسرائيل بالاعتداءات المتكررة على أهلنا في غزة، لا شك أن هذا الأمر كان بإمكانه أن يصل إلى النهايات. يعني عمليا دور الولد المدلل للمجتمع الدولي لإسرائيل، أظن أن هذا الدور قد انتهى. يجب على إسرائيل أن تلتزم بالمعايير وبالقوانين الدولية، يجب أن تلتزم بحدود 67 وبالقرارات الدولية التي لا تطبقها. طيب لم تعر لها مسامعها على الإطلاق في أي يوم من الأيام. لو سمحت لي سيد جول، يعني هنا في حال سحبت تركيا الدعاوى المرفوعة على إسرائيل في المحاكم التركية على خلفية أحداث أسطول مرمرة، ألن يمثل ذلك تراجعا في الموقف التركي المعلن من هذه القضية؟ ويبدو يعني كلام أردوغان طيلة السنوات الماضية مجرد كلام على ورق في النهاية وشعارات لا أكثر. سفينة ماري مرمرة سيدتي عندما خرج وقام القائمون عليها من مؤسسات المجتمع المدني، هؤلاء أناس من 40 دولة، حتى بينهم مواطنون يهود من جنسيات مختلفة وإثنيات متعددة، كان هدفهم الوحيد هدف إنساني نبيل هو رفع الحصار عن غزة. لهذا السبب نحن نتحدث عن مسألة إنسانية تماما. هؤلاء الناس هدفهم رفع الحصار عن غزة، ودماؤهم لا شك أنه إذا تم رفع الحصار وهو تحصيل حاصل في الاتفاقية التركية الإسرائيلية، لا شك أن هذا الأمر سيجد القبول لدى كل الأطراف المعنية بالأمر، بمعنى أن دماء الشهداء لم تذهب هدرا، ودماء الشهداء والتعويضات 21 مليون عمليا ستذهب إلى غزة من أجل إعمار المدارس وإعمار المستشفيات، وهي نقطة تنازل عنها أهل الشهداء للحكومة التركية بشكل رسمي حتى هذه اللحظة. بمعنى أننا نتحدث عن مسألة إنسانية وناشطين إنسانيين لا يهمهم بقدر يعني يهمهم القضية الإنسانية النبيلة التي خرجوا من أجلها، ولا يهمهم ربما محاكم ربما لن تستطيع أن تقدم تستطيع أن تشكل ضغطا حقيقيا على إسرائيل. سيد كوهن، يعني أتمنى منك أن تختصر في الجواب القادم بسبب طبعا ضيق الوقت. التقارب المرتقب مع تركيا، هل تتوقع أن يرقى إلى مستوى التحالف أم سيعود إلى سابق عهده؟ لا، أنا لا أعتقد أنه سيعود إلى التحالف وسيرقى إلى هذا التحالف الذي كان منذ التسعينات، والاتفاقيات التي تم توقيع عليها الاستراتيجية والأمنية، لكن ربما يعني ستكون علاقات طبيعية وعلاقات تستند إلى المصالح المتبادلة، ولكن لا يرقى إلى أكثر من ذلك. سيد جول، يعني هناك وهذا ليس بسبب إسرائيل وإنما بسبب تركيا،
وأردوغان شخصيا. هل يمكن أن توضح هذه النقطة؟ سيد كوهين؟ سيد كوهين؟ نعم. قلت بسبب أردوغان. لماذا؟ نود أن نعرف تفاصيل أكثر. لأن هذه هي سياسة أيديولوجية تجاه إسرائيل من زعيم حزب الإخوان المسلمين، وهذا واضح، يعني هذه النوايا واضحة بالنسبة لحزب الإخوان المسلمين بالنسبة للتعامل مع إسرائيل، ولكن هو سيضع هذه العلاقات في إطار محدود، ولا أعتقد أنها ستتطور إلى أكثر من ذلك. سيد زاهد جول، يعني التعاون مع إسرائيل هل يتناقض برأيك مع المبادئ العلمانية التي يعمل الإسلاميون تحت مظلتها؟ على الإطلاق لا، نحن نعرف تاريخ أردوغان وتاريخ علاقته عمليا مع إسرائيل إلى تاريخ 2009، منذ 2002 الزيارات المتبادلة، وربما يمكن القول أن التطبيع مع إسرائيل في تركيا لم يكن عمليا إلا في فترة أردوغان الأولى، وهذا الأمر لم يتحقق في فترة رؤساء سابقين، بمعنى أن أردوغان تعامل عمليا بشكل إيجابي جدا مع إسرائيل، وكان يلعب دور الوسيط في الملفات الإقليمية، وكان وسيطا مقبولا وموثوقا لدى إسرائيل. ما الذي تغير؟ يعني هذا الخطاب السياسي الذي يتفضل به إخوان وإخوان، هذا كلام هراء عمليا. كان مكان ثقة يعني لدى الحكومة، الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لعبت دور في المصالحة الفلسطينية، لعبت دور في فلسطين، هناك اتفاقيات موقعة مع إسرائيل لإنشاء مدينة صناعية مثلا في رام الله وغيرها. طيب سيد جول، وصل كما قلت المعاهدات مع سوريا إلى النهايات، وكان اتفاق قد تم عمليا. يحضرنا سؤال هنا طرحه أحد المشاهدين، مشاهدي سكاي نيوز عربية، يعني لماذا لا تسعى تركيا إلى تقوية علاقاتها بالدول العربية مثل مصر مثلا كأولوية قبل يعني تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ كيف يمكنك الرد على على سؤال كهذا سيد جول؟ بشكل سريع، عندما تتغير الأمور في مصر وتتغير حكومة الانقلاب ويصبح هناك انتخابات، لا شك أن هناك سيكون باب للعلاقة مع جمهورية مصر العربية حتى لو كان السيسي رئيسا، ولكن يجب أن يكون بطبيعة الحال جاء بنتيجة انتخابات وليس نتيجة انقلاب عسكري. طيب ماذا عن الدول الأخرى العربية؟ لماذا لا تبحث تركيا على تقوية علاقاتها بها؟ من المؤكد أن علاقة تركيا مع أغلب الدول العربية حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أنها علاقات جيدة وعلاقات متينة وعلاقات كل يوم يكون فيها الشيء الجديد، إلا أن يعني الربيع العربي هو الذي أفسد بعض هذه العلاقة، والربيع العربي بطبيعة الحال ليست صناعة تركيا وإنما هي صناعة الشعوب. تركيا منحازة بشكل واضح وستنحاز بطبيعة الحال مع شعوب المنطقة. لا شك أن هذا الأمر، انحياز تركيا لشعوب المنطقة، هي النقطة المحورية الجوهرية التي لا يعجب ربما بعض الحكام الحاليين في الدول العربية، وليس لأمر ذاتي خارج عن المعروف والمعتاد في السياسة التركية الخارجية. طيب هناك أيضا مشاركة أخرى من أحد المشاهدين وهو هيثم عدنان، يقول سيد كوهين بأن تركيا تريد أن تتقرب إلى الولايات المتحدة والغرب عن طريق عودة علاقاتها مع إسرائيل. هل برأيك المعادلة تبدو بهذا الشكل سيد كوهين؟ لا، أنا أعتقد أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة هي علاقات قوية، والولايات المتحدة تعطي أيضا أهمية لتركيا كدولة إقليمية في المنطقة، ولا أعتقد أنها الآن في حاجة إلى مساعدة إسرائيل لذلك. لكن أنا سمحت لي أن أشير إلى نقطة بالنسبة لسبب التغيير في السياسة التركية. الذي حدث أن كانت هناك توجهات في السياسة التركية نحو العالم العربي، ولكنها انهارت هذه التوجهات بعد الربيع العربي الذي حدث، وانهارت منظومة الذي حددها وزير الخارجية التركي بما يعرف بصفر أزمات سياسية. فما في شك أن ما حدث في العلاقات بين تركيا وسوريا يؤكد بأن هذه السياسة لم تحقق أي نتائج بالتوجه نحو العالم العربي، وبالتالي كانت هناك فشل في السياسة التركية.
عودة إليك سيد جول في أقل من 30 ثانية. مشاركة من عبد الكريم سرميني يقول أردوغان يريد الاستعانة بإسرائيل في الإطاحة ببشار الأسد. يعني هل تراه ربما سؤالا أو تراها مشاركة يعني لا تنطبق على واقعكم في تركيا؟ بطبيعة الحال يعني أظن أن إسرائيل هي آخر دولة سترغب بسقوط بشار الأسد، لأن البديل لن يكون أفضل من بشار الأسد بالنسبة لإسرائيل. شكرا، شكرا جزيلا لك الباحث السياسي والكاتب محمد زاهد جول من إسطنبول، وأيضا الشكر للصحفي والدبلوماسي السابق ماير كوين من القدس. موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية، نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة.